صغير السن، ثقيل الوزن، هذا جانب من معاناة أسرة صينية مع زيادة مفرطة في وزن أحد أطفالها. فالطفل ينزي وهو في السابعة من العمر تجاوز وزنه 60 كيلو جراما، مما يجعل الأسرة تبذل جهدا كبيرا في محاولة السيطرة على نظامه الغذائي ونهمه لتناول الطعام. وفضلا عن زيادة الوزن، يعاني ينزي من التوحد، مما يصعب مع عملية التواصل معه والسيطرة على وجباته اليومية. كان